أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج البادية. وفي بداية هذه الحلقة أود أن أذكر بعض الأخوان الذين يريدون أن يشاركون معنا في هذا البرنامج، نرجو الاتصال بنا أو إرسال الرسائل على صندوق بريد 325 محطة تلفزيون الدمام. أعزائي المشاهدين، ضمن جولتنا في ضواحي المنطقة الشرقية التقينا بالأخ عيد بن حمود المنصوري من أحد أبناء البادية. مساك الله بالخير يا أخي عيد. مرحبا يا أخ محمد. وش حالك طال عمرك؟ الله يعافيك. من زمان وأنت في الديرة هذه طال عمرك؟ نعم يا طويل العمر، من 3 سنين. وبالمنطقة هذه بالذات ولا تبعدون؟ لا والله ساكن في جافورة سنتين، في جافورة فوق من سلوى، ورحنا السنة اللي فاتت المنطقة الشمالية حيث ربعنا وجلسنا 3 شهور وسمنا تلبل. أي يا طويل العمر. وعقب رجعنا هالسنة بالصيف إلى المنطقة الشرقية في الحبل. هذه المنطقة اسمها الحبل. نعم، هذا اسمه الجو بالذات جو الصنقل. أقول يا أخي عيد، أنت من المنطقة هذه بالذات؟ والله المناطق ما فيها فرق طال عمرك، بس نحن من دولة الإمارات العربية المتحدة. حياكم الله. أبقاك الله. وبالنسبة للإبل اللي عندك أشوفها ما شاء الله واجد، أنت اللي شاريها ولا من زمان عندكم ولا؟ لا طال عمرك، نحن اعتنا بها أجدادنا السابقين. وبعده الوالد المرحوم غفر الله له. وخلفنا يا أولاده. ما شاء الله. وأنتوا اهتميتوا في؟ نعم، اعتنينا بالبل ورعيناها وربع بها يوم الربيع، وبالصيف انحدر للرمال الجنوبية. الحين أشوفها هي مشكلة مثلاً، إبلكم فيها السود وفيها الحمر وفيها الحين قيامها واحدة وسعرها واحد. طال عمرك للمجهم السوداء نسميها المجهم. فهذه أكثر قيمة. أكثر قيمة من المقتل. المقتل هي الحمراء، حمر اللون. نعم. أي نعم. كم تسوى مثلاً السود المغاتير؟ والله قبل سنة 82 كانت أغلى من 84 ومن 85 كانت المجاهيم. نعم. وأما الآن فهي من 20,000 من 25,000 وجاي ناقة طيبة. طيب كيف تهتمون بتربيتها مثلاً أو المعيشة مثلاً في أيام الصيف زي الصيف اللي فات أو زي الحين؟ ناخذ يا طويل العمر لها عندنا وايتات اثنين، ويسرح فيها رعيها ويرجع المغرب حيث العلف موجود امامها. تعطونها علف؟ نعم، اعطيناها علف من بعد عيد الاضحى. وجاي. اما سابقا فهي ربعت حوالي سنه وشوي بدون علف. طيب والعلف يجيكم لهنا ولا تروحون تجيبونه من البلد؟ نجيبها طويل طال عمرك من المنطقه الشرقيه، من منطقه الجبيل الصناعيه. وطال عمر ال سعود ما قصروا. خلوا السعر يعني رخيص، يعني رخيص. نعم. طال عمرهم والله يثني عليهم. الحين تبيعون منها نعم طال عمرك نبيع القعود ونبيع الفاطر اللي ما تلقح، ونبيع المقاصب ونشتري. نشتري الاعلاف ونضم لها العيان، ولا قصر الله سعود الله لا يفرقهم. طيب انت تقول انك من دولة الامارات، الحين بالنسبة لدولة الإمارات ما فيها مراعي للإبل مثلاً؟ فيها مراعي طال عمرك، بس قبل 7 سنوات ما نزل المطر. ما شاء الله. كان احنا ساكنين في الظفرة. الظفرة ونسكن الرمال الجنوبية. بس من 7 سنوات ما نزل، نزل قبل سنتين شيء قليل. ومن 3 سنوات جلسنا بالمنطقة هذه، بالجافورة سنتين، والسنة اللي طافت أشملنا ورجعنا الصيف هنا. طيب وفي كثير مناصير يجون من الامارات ومن؟ نعم نعم، ولا في فرق بين منصوري وبين لا ان شاء الله ما في فرق، كلنا اخوان وعيال ان شاء الله، بلد واحد ومنطقه واحده، لكن قصدي هم يميلون معكم يشملون صوب الدين. اي نعم هذه. مناصير كلهم اكثرهم جماعتنا مناصير. طيب طال عمرك في عمرك هذا اللقاء. اعزائي المشاهدين، نشكر الاخ عيد بن حمود المنصوري على هذا اللقاء. اعزائي المشاهدين، وفي احدى ضواحي المنطقه الشرقيه نلتقي مع الشاعر شبيب بن سعد بن دهنم. مساك الله بالخير يا ابو ناصر. يا هلا مرحبا. يا طويل العمر، في بدايه هذا اللقاء نبغاك تعطينا فكره عن حياه الباديه في الماضي وفي الحاضر. نعم طال عمرك. اما في حياه الباديه الماضيه، نعم، فهم مع ادباشهم وفي البر وفي الشتاء
جميع وفي القيض ينزلون البلد، واللي يروح للبحر واللي مشاعين ما هي بلا هناك. نعم. أنت اسمع، وما شاء الله بيزقهم في جوع وفي ظما وفي زين وفي شين، وكل قائم الله برزقه، الله يعز حكومتنا. نعم. والآن الحمد لله كل شيء بفضل الله وشكره راي. نعم. هم مثل الأول، الأول غير واليوم غير. نعم الحمد لله. اليوم البادية حولت كلها حضارة، هذا كلهم حضر، وأرهب عليهم بفضل الله وشكره الخير، كل نعمة زايدة نشاعي حكومتنا، مشوا الكرهب، مشوا المدارس، مشوا كل شيء ينوب البادية وينوب الشعب، ما قصروا فيه. يعني في البادية وكانكم في المدينة؟ في البادية، ما كنا في فرق المدينة، بين الله شكرا. نعم. كنا في البادية، كنا في المدينة. نعم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كل أكثر البادية تحولوا في المدينة ذي الحين. وناصر ننتقل إلى موضوع ثاني بالنسبة لقولك الشعر. نعم. هل الشعر هذا قلت عن هواية أو عن وراثة قلت الشعر؟ والله يا طويل العمر الشعر هذا فيه حد يأخذ وراثة من أبوه، وحد يجيها هواية. نعم. فأنا أبوي شاعر، وأنا يعني لا يعني ما أدعي روحي بالشعر، لكني مشي حالي. نعم. طيب نبغى أول قصيدة قلتها يا أبو ناصر، إذا تذكر أول قصيدة قلتها. إن شاء الله. حاضر طال عمرك. أول قصيدة قلتها طال عمرك، يقول يا الله يا المطلوب جزر العطية، يا خيري يعطي ولهم ملاني، عبدك اليمين قال حاسب القضاة شعنا لعلق الميزاني. سبحانه. يراك من ست انتهاضة عرقابها، ست انتنقى من رقاب عماني، يراك من ست انتهاضة عرقابها، ست انتنقى من ركاب عماني، ست اللي وجر انتنصى من آخه ويقال له نعمل ليجل مكاني، لقيت مجلس غيت من كان خاطر، تلقى ثلاث اندقت الرسلاني، لشفرت في مجلس مركية يسحب عليها من ثقال الشياني، صياني فيها شحم كل قارح ويفداه منه قلط الشالاني، سلم عليها في الموحيل وسمية أبو علوش مكر مضيفاني، هم حزمي لمن بغيت لبوسة، الله يقره من البوث الزماني، في لفة في سوق هجر وتكاملت، تشرح مع أبوي السفر لباني، سلم على الدار وعليه اللي أن يكفر ربخا، سمت الخضام وقضب الأرساني، سلم عليهم لألفيت وقبيلتي، سلم على الشيبان والشباني، بلغ سلامي للدنايا أبو حفوة، وثن السلام لشيخنا شباني، في سامعين القيل صلوا على النبي، وعداد منه صايم رمضاني، وعداد عمدان الجراد لك وضه فجاء من تهام احمد هنقاني. اللهم صل عليه وسلامتك والسامعين. اللهم صل عليه وسلم. هذه ما تكفيني منك ابو ناصر، ما شاء الله. نبغى بعد حاضرين سمعنا واحده ثانيه. اللي تبون حاصل. الله يسلمك. عبد اللي تبون مني حاصل. اي نبغى نسمع منك واحده ثانيه. ان شاء الله. يقول طال عمرك راكب اللي طلعوه من الوكاله، من حفيجه طالع توه جديدي، وانقلب خط المزفرت واشتواله، سايقه مطروخ والماتر جديدي، وانت بين جان بعيد زماله، في دقيقة يفهق له بعيدي، ينحر اللي كل ما جابه مقاله، قيل له نعمه وبالعليا يزيدي، لا لفيته مقرن عد رسالة، اسلم وسلم على حامل بليدي، قال لقيناه ما نلقى بداله، هيف قيل للظان ونحسد ضديدي، كم وكم حمل ثقيل النرتكاله، ما يحسب الخسائر لا تزيدي، قاعد به قده وبوه طيب خاله، ومن يعرف من سبح حظه سعيدي، من يبي درب المراقل والشكاله، المراقل دربها صعب شديدي، دون هول دردي تكسر حباله، لا حلاله واقدم ما هو يفيدي، خط نقاكم ورجع لي بداله، لا كتبت فرسله مع البريدي، وبذكر الله عد ما سفر هلاله وعد من لبس الجديد بيوم عيدي، وسلامتك والسامعين. صح لسانك الله يبارك فيك. أيوة. ونسمع. ننتقل الان من الشعر. نعم. الى نسالك سؤال يا ابو ناصر، ما رايك في الزواج في الوقت الحاضر؟ الوقت الحاضر ولا في الوقت الأول؟ في الوقت الأول والوقت الحاضر، على تكثير من المهور الآن، لأنه ملاحظين أنه يكثرون المهور الآن ويتفخرون وش كلمتك؟ الأمر الوقت الآن هذا الأشياء تغيرت مية بعد الأول طال عمرك. سم. أما الأول فالرجال لقاه الرجال جوزة معه جهاز ولا ما معه شيء، حد يعطيه قعود، حد يعطي شرتريل، وحد يعطي زولية. نعم. وحد ما يعطي شيء. نعم. أما الآن لا والله، هلا زادت المهور وزاد الخير وزاد المهور معها. نعم. الرجال اللي فيه خير فعد على شلومهم الأولى. نعم صحيح. واللي يحب الخير لقاه الرجال قال رح المرأة، المرأة تضربه بشيء شيء ما يحتاله. نعم. ما وراه إلا طلبة الله. نعم صحيح. نعم. أما 100,000 ولا شرى ذا القد وذا القد، وهذا هذه اليوم كلها هذه حرام بحرام.
نعم نافع يتمنى نعم صحيح نعم صحيح والله الاول متخيل ما هو مثل الان هاي يهز الحكومه ما خلت قصيرة على شعبها لا من مدارس ولا من خير ولا من كل نعمه من يتعالى الخير من كل نعمه ما ظل الله شكرا يوه اسبوع ام دايما من صدوقه ونهار عاشر والرعايا ثواني تصبح تصبح خبار الشق تنسف طروقه تنسف ملايا وسم كل الثماني وينطر لي عرعر شمالي لوقه ينطر لي عرعر شمالي لوقه ويضفي جنوب اليا ديارق حطاني وعندير تلسلام عندير تلسلام ما الله يعوقه ما كان مسلم من بعيد وداني وجعله على الصمان تكثر دفوقه حيثه مرب مشيدين المباني اليا نقز 90 ليله وثوقه جعله على الصمان تكثر دفوقه حيثه مرب مشيدين المباني مما قف الباطن بحمرة عروقه سيله اليا جوع شري وسعداني واليا نقز اليا نقز 70 ليله وثوقه يجنز بيدي بكل قاع ومكاني اليا نقز 70 ليله وثوقه يجنز بيدي بكل قاع ومكاني وعشبه عشبه يشاجر سن محد يذوقه وقليد زلانه سنها الصلياني ونجيت حرف الروب قلبك يشوقه ريح النفل يعجبك والزح وياني وتمت بجاه الله يالله تقبل طلبتي هالزماني قال من يبدي بزينات الهدايا بهم من بعض المعاني اللايقاتي يوم عدى في طويلات البنايا بالرجوم اللي بلسمة بيناتي بالرجوم اللي مداخلها حجايا بالرجوم اللي مداخلها حجايا واسمها الضيرين بالاسم الثباتي كل جون كل جون فيه سلفان ورعايا وزن خبرا سنها شط الفراتي واحمد الله احمد الله ربعت كل النحايا كل قاع نبتها ما له تهايا احمد الله ربعت كل النحايا كل قاع زايد فيها النباتي كل قاع نبتها كل قاع نبتها ما له تهايا ما نبت طول السنين الماضياتي اختلط اختلط نبت الفياض مع الشغايا من وتلي جلذوده مهزلاتي ريحة الفيضة ريحة الفيضة تعاطي بالحلايا مثل ريحة عطر نافلة البناتي واحمد الله احمد الله جت على كيف المنايا احمد الله جت على كيف المنايا كنت اشيل الفقع في كم العباتي والعليزة العليزة مع مخابيها ملايا من زبيدي القرار امترساتي من زبيدي كبر مروى الشقايا به تشوف النادرات مصلعاتي مدة من ربنا جزل العطايا مدة من ربنا جزل العطايا الله المعبود رب الكائناتي انعطى انعطى يملى اليدين اللي خلايا وقاميات الرزق من كل الجهاتي ونومر بالنقص ما تفيد الحسايا لو كسبت 2 10 كناف ذاتي ما خلق خلقه وخلاها قوايا ولا نساء سر والنبت حدر الصفاتي وختمها صلوا على سيد البرايا في طريز الحق يا رب الثباتي ذا كلام اللي بدأ زين الهدايا بهم من بعض المعانى اللائقاتي يا رجلي قبل عيني تجيط وراها حولي بي من الرجم يا رجلي قبل عيني تجيط وراها حولي بي من الرجم يا رجلي قبل حوالي بي من الرجم يا رجلي قبل عيني تجي طواريها حوالي بي وانا من تحن عقلي عبرة الصدر بنات مواريها حوالي بي وانا من تحن عجلي
عبرت الصدر بانت معواري يعني لو تخلون هو القصاص عبارة عن جز الصوف الصوف جز الصوف عنها يعني هي جز الصوف هذا من شان يعني كل سنة مستمر هذا مستمر ما يخطرون سنة لا كل سنة لازم رعى الغنم وقت الأغنام هذه على الغنام كلهم وقت الصيف هذا لازم يشيلون عنها وسط الحر وسط الطوز وسط النفع للبيوت وللحلال وللشعر وللفلجان زين وقتها متى العادة يعني بالربيع آخر الوقت ولا يعني ما يصير يعني بالبداية لا فصل الربيع يعني مثل دش يعني أسماك شهر ثلاثة بدخول أسماك يعني الأشهر تعرف أنت الوقت الربيع يختلف الوقود تختلف نوب بشهر ثلاثة ونوب بشهر اثنين ونوب بشهر أربعة يعني وقت صخت الشتاء بدخول الربيع بسماك لازم انهم حسب على الحلال يقصونها اسماك شنو هي اللي تقص اسماك هذا طال عمرك مثل المطر الوقت هذا العزل هذه يقولون لها العزل عندنا يا البادية مثل المطر هذا للعود مثل العود هذا مثل أشجره ومثل الزملوق هذا اللي ينبت هذا يعني العذوق هذه المطر هذا هو اللي نبتها والنصي زين الحين المطر اللي طاح هذا العشب اللي هسه الحمد لله الاشباج ده يقيض هذا اي الحمد لله اذا ان الله فك من اصروف الليالي هذا ناكل بلح حول ثاني سنه إيه. الحمد لله والشكر زين انا اشوف الحين اللي انا اشوفه الصمعه اكثر شيء الصمعه في غير الصمعه شيء في غيرها لله الحمد حميس هذا حميس من كل الاشكال إيه؟ من قريطه ومن ربل ومن بختري إيه؟ ومن قفعه ومن اشكال العشب اشكال اسماء العشب اي كل تعرف من اسماء العشب تعلمنا اكثر عارف والله العشب القفعه والقريطه والربل قريطه وربل وقفعه وعندك رقروق هذا وعندك طال عمرك البختري وعندك هذه يقولون لها الترش هذه بالفياضة الصلبة وعندك يقولون يعني العذق التالي هذا وعشب الاسماء العشب واجد سامي العشب واجد مثل الوادي الصمعة الحين الصمعة مفتقة هي مفتقة نعم هذه طال عمرك انتهى وقتها خضارها وفتقت يعني عمر هذا العشب عمر مثل عمر ابن آدم ينتهي لكن ينبت من فضل الله غيره بواسطة المطر لا جاء مطر نبت غير الأولي ينبت خلفي هذا نقول له خلفي حنا يعني خلف عشب ثاني سعدان والعشب هذا مثل حسك مثل العشب هذه نفل مثل شتيل نصي شتيل متى يطلع النصي يعني يطلع بالصيف يعني بعد توه اي بعد طلوع النصي بالصيف عندك النصي والسعدان ما الوقت هذا من هذا ورا بعد بس اخ سليمان انا بنرجع على القصاص مره ثانيه قبل يقصون في مقصاص اللي شكل الستين ليش صار مقص؟ ها ليش غيرته؟ غيرنا طال عمرك هل الشمال ما يعرفون المقصاصه هذه المقصاصه هذه عند العوازم وعند هل الجنوب وعند الرشايده وعند عرباننا الاولين هذه الناس تغيرت الحين هذا اهل الشمال أسرع من المقص والله تبع تعود القص هذه تبع القصاص حنا عندنا ناسنا الحين بالقص لا أنا ملاحظ عندكم ناس يعني أسرع من ناس واحد يقص له مثلاً أربع خمس يعني ما وشو من شأنه من شأن المطر والبرد تذراب هنا الغنم لا جاءت هواء وقام يضرب مطر الغنم تجي بشده مشاهدي الأعزاء لون القلطة لون محبب عند كثير من أبناء البادية وما رأيكم لو نشاهد هذه المحاورة بين الشاعر سعد بن جدلان الأكلبي والشاعر عبد الله عبد الرحمن العصيمي أبكسر قرون الوعل لك وقص خشم الفيل وشب النار وجف الباب من دون الحرامية شد حيلك يا قوي الحيل ولا منك تعال
وتقعد وتلقى بارد الفيا ويلا منك تعب تقعد وتلقى بارد الفيا يا منك تعب تقعد وتلقى وهي الحل ويلا منك تعب تقعد بارد الفيا طبخت من الجز ورجنا وباها وانت وراك بخيل تشيل البشت والغترة وتتبع كل طرقية تشيل البشت والغترة وتتبع كل طرقية طبخت من الجز ورجنا وباها هذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.